معاك افضل لعيبه في العالم مع فرقهم والنتيجه اداء صفر، في 3 ماتشات مسجل هدفين بس، ده يتقال عليه عقم هجومي، مش عارف تبني هجمه ومش عارف تخرج بالكوره، مش عارف تهدد ولا عارف توصل للمرمى. النجوم بقوا في ايدك، لعيبه صفر في كل حاجه، علشان كده حان وقت المراجعه وحان وقت الحساب. انا مش عارف اللي انا هقوله دوت انتوا حاسين بيه برضو ولا لا، بس من بدايه اليورو والفرق العاديه بتقدم مباريات امتع بكتير من الفرق اللي عندها نجوم وتنانين. بطوله اليورو لحد دلوقتي ما فيهاش فريق ممتع غير اسبانيا، وبعدها ممكن تقول المانيا، وبعدها تحط نقطه وخلص الكلام. بطوله اليورو دي برضو كشفت ان في مدربين ما ينفعش يدربوا فرق كبيره، واخرهم يدربوا فرق وسط جدول، وانا النهارده حطيت سبوت لايت كده على 2 مدربين، وهما ديدي ديشامب مع فرنسا وساوث جيت مع انجلترا. هنعمل مراجعه وهنتكلم عنهم وعن عكهم اللي بيعملوه من اول البطوله بالتفصيل، وايه كمان الحلول اللي ممكن تتقدم علشان تظهر فرنسا وانجلترا بالشكل اللي يليق بالامكانيات والنجوم اللي عندهم. دي حلقتنا الاولى وهتكون مخصصه فقط لانجلترا وبقياده ساوث جيت، وقريب جدا هنروح لعمنا ديدي ديشام. فحضر كوبايه شايك الجميله او كوبايه عصيرك، احنا الدنيا حر، وبسم الله يلا نبدا. ساوث جيت قائمته بتضم افضل لعيبه انجلترا شافتها من فتره كبيره قوي، فليه انجلترا رغم الكواليتي العالي للعيبه بتقدم اداء سيء جدا؟ المشكله الاولى اللي وقع فيها ساوث جيت وهو التوظيف الغلط لبعض اللعيبه المهمه المؤثره. مثال اول وملحوظ جدا للجميع وهو توظيف ارنولد في اول مباراتين كلاعب خط وسط صريح بجانب ديكلان رايس، ولما قدم ارنولد اداء سيء والناس كلها انتقدت ارنولد وانتقدت ساوث جيت، ارنولد قعد دكه المباراه اللي بعدها قدام سلوفينيا. ارنولد مع ليفربول فعلا كنا بنشوفه في نص الملعب في اغلب المباريات، ولكن مش نص ملعب صريح. في حالة الاستحواذ بيبقى ظهير مقلوب، بيضم جنب لاعب الارتكاز وبيرحل لثلاث مدافعين وبيتحول الشكل ل 3 2 2 3 أو 3 بوكس ميدفيلد 3 الشهيرة في البريمير ليج. أما في حالة الدفاع بيرجع تاني أرنولد كظهير أيسر بيأدي مهامه الدفاعية عادي. أول مرة يورجن كلوب بيستخدم أرنولد كظهير مقلوب كان يوم 9 إبريل 2023 وساعتها كان قدام أرسنال. ده بالمناسبة الموسم اللي فشل فيه ليفربول يكون من التوب 4. ساعتها ليفربول كانت متأخرة في نتيجة 2-0، وبعد تغيير مركز أرنولد وبقى ظهير مقلوب اتحولت النتيجة بقت 2-2. بعدها استمر يورجن كلوب في اللعب بأرنولد كظهير مقلوب وكسب 7 مباريات متتالية بعدها. أرنولد قدم فيهم 7 تمريرات حاسمة سجل هدفين، وقبل ما يتغير مركزه كان عامل تمريرتين حاسمتين بس. الفكرة ان ساوث جيت لما شاف ارنولد نجح حب يقلد، ولكنه قلد تقليد دامياني، وده ان دل فبيدل على سطحية تفكير ساوث جيت. اولا انت يا ساوث جيت مش بتلعب ببوكس ميدفيلد، وارنولد كان ناجح لان ميزة البوكس ميدفيلد بتخلي الفريق يستحوذ على الكورة، بالاضافة ان بيكون عندك لاعب اضافي في نص الملعب، فبيدي وقت واريحية لارنولد ان يلعب الكرات القطرية او تمريرات بين الخطوط. عيب ارنولد هو ان ارنولد مش لاعب مقاوم للضغط، وبيفقد الكرة بسهولة لما يتضغط عليه، فكون ساوث جيت يلعبوا كتاني خط وسط صريح مع ديكلان رايس، ويكونوا هما الاتنين ضد 3 لعيبة وسط أو 4 لعيبة وسط في بعض الأحيان من الفريق المنافس، فمعنى كده أنت مش عارف إمكانيات لعبتك، وده كده معناه إن مفيش تفوق عدد إنجلترا عاملاه في حالة بناء اللعب، ومع الضغط القوي من الفريق المنافس إنجلترا بتفقد الكورة بكل سهولة، أو لاعبتها بتغلط وبيأدي بالتالي لتحولات هجومية عليهم ومرتدات. نيجي للمشكلة التانية بقى وهي فيل فودن وجود بيلينجهام. تعالوا نبدأ بفيل فودن. عملت إحصائية كده لفيل فودن في الثلاث ماتشات اللي لعبهم مع انجلترا في دور المجموعات، ودي كانت احصائياته في الثلاث ماتشات بتوع دور المجموعات. 0 جول، 0 اسيست، 3 كي باس، 3 تسديدات على المرمى. بينما لو جيت بصيت على اي مباراه ليه مع السيتي، وناخد مثال اخر مباراه للسيتي في الدوري امام ويست هام، هتلاقي ان دي هي احصائيات فودن. سجل هدفين، 0 اسيست، 5 تمريرات مفتاحيه، و4 تسديدات على المرمى. يعني احصائيات فودن في مباراه واحده مع السيتي اكبر من احصائيات فودن في 3 مباريات مجتمعين مع انجلترا، ودي كانت الخريطه الحراريه لفودن لما بيلعب مع السيتي في انصاف المساحات، ودي كانت الخريطه الحراريه لفودن لما بيلعب مع انجلترا كجناح لازق في الخط. واظن كده واضح قدامكم ان ده يعتبر تاني لاعب ساوث جيت مش عارف يوظف امكانياته. ثالثا بيلينجهام. جود في خطه ساوث جيت على ارضيه الملعب المفروض هو اللاعب رقم 10 اللي بيزيد مع هاري كين جوه منطقه الجزاء، وده كان واضح من الهدف اللي سجله قدام صربيا. بس اللي خلى جود يظهر بالشكل السيء دوت في اليورو هم حاجتين، حاجه هو مش مسؤول عنها خالص وحاجه ترجع له هو. الحاجه اللي مش مسؤول عنها هي الخطه اللي اتكلمنا عليها وتوظيف اللعيبه الغلط، واللي خلى الفريق مش قادر يخرج بالكوره اغلب اوقات الماتش، وده خلى جود ينزل لتحت علشان يستلم ويساعد الفريق في الخروج بالكوره. وعلشان نكون واضحين، الدور ده مش بتاع جود بيلينجهام. جود بيجيد اللعب كرقم 10، لاعب يلعب كصانع العاب ورا المهاجم ويزيد مع المهاجم،
لكن لو جيت بصيت على الخرائط الحراريه بتاعه جود بلينجهام في الثلاث ماتشات بتوع دور المجموعات هتلاقيه بعيد خالص عن منطقه الجزاء او عن الزون 14، فعلشان كده كنت هتلاقيه سيء جدا. ومعلش هقول حاجه كمان بالنسبه لبيلينجهام علشان الكلام والخناقات اللي دايره حوالين جود، خد بالك ان ده لسه 20 سنه ومش لازم يقدم كل ادوار خط النص علشان يتقال عليه لعيب جامد وياخد البالون دور. لعيبه كتير كانت ممتازه في دور واحد معين زي توني كروس، مسؤول عن الخروج بالكوره والتحكم في الريتم وتوزيع اللعب، لكن مش علشان اثبت ان كروس جامد اقول له لا معلش روح لكمان العب لي رقم 10 وسجل لي اهداف وابقى الهداف. نفس الكلام جود بيلينجهام هو لاعب خط وسط مهاجم يلعب في انصاف المساحات، يلعب كرقم 10 ولا مهاجمين، ساعتها يا عم هتلاقيه فاجر وبيطلع نار من بقه وبيسجل وبيصنع، لكن ما اقولش عليه تعبان علشان ما بيعرفش يبني لعب او يخرج بالكوره، دي حاجه مش بتاعته، وممكن مع الوقت ومع التطور يبقى قادر يقوم بكل الادوار دي. وسؤال اخير بالنسبه للجماعه اللي قايمين على بيلينجهام، يا ترى الكلام ده بيتقال برضو على فيرتس وبيتقال على جمال موسيالا؟ مستني رد الناس دي والله. الحاجه الثانيه بقى واللي في ايد جود بيلينجهام وهي ان الكوره بتقعد في رجله اطول من اللازم، وده ظهر في الثلاث ماتشات اللي لعبهم جود بيلينجهام في دور المجموعات. كل كوره كانت بتيجي لجود عايز يرقص، عايز يبص بطريقه استعراضيه وكانه مستعجل على انه يظهر نفسه ويثبت نفسه في اليورو، وطبعا مع فقدان الكور كان بيعمل خطر على الفريق. جود بيلينجهام في اول ماتشين فقد الكوره والاستحواذ 20 مره، وفي المباراه الثالثه فقد الاستحواذ والكوره 16 مره، غير انه في اخر مباراه كان واخد صفر في كل حاجه، وده خلاه اسوأ لاعب في المباراه. الحاجة الأخيرة واللي بعيدة عن ساوث جيت وبيلينجهام وهي العامل البدني. تقريبا بيلينجهام شارك الموسم اللي فات كله مع ريال مدريد، وأكيد الكل لاحظ إن مستوى بيلينجهام في آخر الموسم اتغير تماما عن أول الموسم، ومع تلاحم بطولات الأندية مع بطولات المنتخبات خلى جود بيلينجهام نازل جدا بدنيا، وده أكيد أثر على أدائه ومردوده في بطولة اليورو. طبعا هاري كين مش هنتكلم عليه لانه مظلوم حاله كحال باقي اللعيبه في المنتخب، ولكن نيجي بقى للجزء المهم في الحلقه وهو ما هو الحل يا ساوث جيت. انا هقول حل وهو رايي الشخصي يعتبر، وهقول برضو التشكيله الاساسيه اللي المفروض يلعب بيها، وهسيب لكم بقى تعليقات مفتوحه تقولوا لي رايكم ايه. اولا اغلب فرق انجلترا حاليا دلوقتي بتلعب 3 بوكس 3، واغلب اللعيبه متعوده على النمط ده وطريقه اللعب دي، فليه المنتخب ما لعبش نفس طريقه اللعب دي؟ يعني هنلعب 4-1-4-1 واللي بتتحول اثناء الحيازه ل 3-2-2-3. رباعي خط الدفاع هيكون ارنولد، جون ستونز، لويس دانك، تريبيه، واخترت لويس دانك مكان مارك جيهي لانه احسن في الخروج بالكره. قدامهم هيكون ديكلان رايس، وقدامه هيكون بوكايو ساكا، بيلينجهام، فودن، انتوني جوردن، وهاري كين هو المهاجم. في حاله الاستحواذ هتحول ارنولد ويبقى ظهير مقلوب جنب ديكلان رايس زي ما اتكلمنا، وقدام انت كده شاغل الممرات الخمسه بخمس لعيبه، ساكا وجوردن في الممرات الخارجيه، وفودن وبيلينجهام في الممرات الداخليه، وهاري كين في العمق. حتى يا سيدي لو عايز تنزل بالمر هتلاقي مكان تظهر فيه خطورته، وهو انك تنزله مكان جود بيلينجهام او في الفودن. كذلك كوبي ماينو هتقدر تشاركه بديل لارنولد. مش عايز يا سيدي تلعب ارنولد خالص، لعب كايل ووكر ولعب بجون ستونز هو اللي يكون رابع البوكس ميدفيلد. ده افضل حل بصراحه علشان نحل مشاكل منتخب انجلترا. البوكس ميدفيلد هيديك عدد لعيبه اكتر، هيديك استحواذ على الكوره بشكل اكبر، وهيحل مشكله الخروج بالكوره اللي انت واقع فيها دي. وقدام كده كده هتكون شاغل الممرات الخمسه، وتقدر كمان تقدم تريبيه ويكون عندك لاعب اضافي، ده في حال طبعا لو الفرق كلها متكتله دفاعيا. فبكده هتقدر تحل المشكله الثانيه وهي مشكله العقم الهجومي وقله الاهداف. ده رايي الشخصي، معرفش انت بقى رايك ايه. كده احنا مسكنا منتخب انجلترا وفصصناه وقلنا ايه المشاكل اللي بتقابله وقلنا كمان ايه الحلول. ان شاء الله برده هيكون في حلقه عن منتخب فرنسا وهنقول برده ايه المشاكل اللي بتقابله وايه الحلول اللي ممكن نقدمها، وقول لي ايه المنتخب اللي انت عايزني برضو اتكلم عليه بالتفصيل، وقول لي برضو ايه اللي انت عايز تشوفه الفتره الجايه على القناه هنا. هشوف كل الكومنتات وهرد على كل الناس، ما تنساش بقى ان انت تدعمني بلايك وكومنت حلو من عندك كده، وطبعا لو مش مشترك في القناه اشترك، ده عيب والله لو لسه مش مشترك. يلا يا جماعه نشد مع بعض، فاضل حبه بسيطه ونوصل للنص مليون. واخر حاجه بقى تابعني في كل مكان، هتلاقيني موجود على انستجرام، تيك توك، فيسبوك، والاهم طبعا اليوتيوب. اشوفك في فيديو جديد يا اخو، سلام.